السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الايزو 19650 في بعض المصطلحات الخاصة بالانفورميشن او المعلومات اللي هنحاول ان احنا نتكلم عنها في الفيديو. اول حاجة ايه هو الانفورميشن او المعلومات؟ حسب تعريف الايزو 19650 هي اي بيانات مقدمة بطريقة متفق عليها يمكن فهمها ومعالجتها ونقلها والتعامل معها. يعني المعلومات مثلا تفصيله بتاعت حائط، تفصيله بتاعت باب، تفصيله بتاعت عمود وهكذا. وفي بقى مصطلح تاني اسمه الانفورميشن كاونتر، ده هويه المعلومات، شكل من اشكال الملفات بيكون فيه معلومات، منظمه او غير منظمه. معلومات منظمه يعني فيها بيانات وصفيه زي جداول سكادول، زي نموذج هندسي جيومتريك موديل، او غير منظمه زي حاجه معموله مثلا بي دي اف، مثلا صوره فيديو صعب ان احنا نحطها في شكل منظم يعني، او نحطها في شكل مواصفات او ميتا داتا. ولازم كل حاويه بيكون ليها رقم فريد وبيانات وصفيه بتحدد الحاله، الستاتس بتحدد المراجعه، الريفيو بتحدد التصنيف، الكلاسيفيكيشن، كل الكلام ده يكون موضح، وده هنتكلم عنه بالتفصيل في الكومن داتا انفايرمنت. طيب بعد كده بنخش على الانفورميشن موديل، نموذج المعلومات. دي مجموعه من الانفورميشن كاونتر اللي هي الاستراكشر والانستراكشر، الهيكليه او غير الهيكليه، او المنظمه او غير المنظمه. فعمليه انشاء هويه المعلومات لما بنجمعهم بقى مع بعض بنسميها فيدريتد او فيدريشن، اللي هو الاتحاد. بقى عندنا المعلومات خاصة بالموديل او المشروع. فنموذج المعلومات اللي هو الانفورميشن موديل مش بس جيومتريك موديل، مش بس نموذج هندسي متحد من ملفات الاي اف سي، لا ده مجموعة من حاويات المعلومات المختلفة الرسومية وغير الرسومية، الداتابيسز، السبريد شيت، جداول البيانات، والدوكومنتس، الملفات. ففي لو احنا بنتكلم على الممارسه العمليه ممكن نموذج المعلومات يكون ملف ريفت، ممكن يكون قاعده بيانات اللي هو زي دوروفس، او ملف اي اف سي مرتبط بالجدول الزمني وفي الحصر بتاع المشروع. دي اهم المفاهيم الخاصه بالانفورميشن حسب الايزو 19650.